لو كان يتنحى على كلام الزيد والغشة والعصب في تونس والعرك والمعروك، كيفاش ترى تونس؟ بالطبيعة باش تولي حاجة طيبة برشا. احنا نفقدوها الشيء هذا، نفقدينه احنا في تونس. علاش؟ البعد على الدين يخليك تسكر ويخليك تدق ويخليك تشيخ ويخليك تتمتع ويخليك، وقت الواحد يرجع للدين تولي تتقد بلادنا وتتربى اولادنا وتنظاف بلادنا من الكلام الخايب ومن الكلام البذيء و و و اكسيتيرا، مع تبدا بلادنا متربيه. اما احنا تو مادام شبابنا بعيد على الدين، لانه الدين هو اللي يردع ويخليك تخاف ربي، واذا كان الانسان بعد على الدين ما عادش يخاف ربي، يولي يعمل كل شيء، وكل شيء يولي مباح، يولي يسكر، يولي يسرق، يولي يزني، يولي يعمل كل شيء. ما فماش معناتها رادع يردعوا، وما يردعوا كان الدين، واحنا الدين مفقود في البلاد، ما عادش عندنا دين في البلاد. هذاك علاش معناتها هاجت العباد، ولا هات حلالك هات حرامك هات منا هات من غادي الى اخره. وعلاش الشباب بعد على الدين؟ بعد على الدين لانه بن علي هو اللي سحر الدين، 23 سنه مسحر الدين، ومع زيد جات طوى الحكايه هذه نتاع سكروا الجوامع وسكروا سكروا سكروا سكروا، بتبيع الناس الكل باش تبطل الصلاه، والناس الكل باش تولي تهرب على الدين وباش تفسد اخلاقها وتولي معناتها يخزروا كل الماده. هات حلالك هات حرامك، اعطيني الفلوس واش يهمني في الباقي. ما يتنحاش، ما ينجمش يتنحى، ما شفتش مجلس النواب بنتي ضربوا بونا كيفاش يتنحى؟ علاش ما يتنحاش؟ هذاك اللي يمثل الدوله ويمثل الشعب. ما عادش يتنحى تو ماشي شيء ويزيد على قدام. ما يتبدل حتى شيء، تقعد العيشه كما هي. مادام الوضع ماهيش مريقل وبلاد داخله في وضع مش باهي، فهمتني؟ الدواء زاد، كل شيء غلى، كل شيء ماشي ويزيد، يعني وضع باش يتبدل، ما يتبدل شيء راه. فهمتني؟ وقت باش يتنحى كلام زايده، وقت اللي يولي الرجال الكل باش لغمهم كيفك يا بابا. فهمت؟ تو يتنحى كلام الزايد. صوروا هو عاد باش تتعدى للمواطن كيفاش شليغمو، فهمت؟ هكا كيما شو اسمه هو، كيما مسلسل باب الحاره، فهمت؟ تو تنحى كلام الزيت، خاطر مالوروزمون العباد الكل والرجال ولات من غير شليغم، هذاك علاش ممكن زاد كلام الزيت، فهمت؟ واش خاص هو مذهبين احنا حلم حياتنا هذايا، اما مستحيل راه، اني راه مستحيل. اول حاجه ساك ترى غني الراب، الراب في وليدات صغيرين مسكنات يمشيوا للليسي هزينك البافلو، الراب كله كلام زايد، تجي جيل مع اللي بعده وجيل اللي بعده كيف كيف، حتى مش نحي انت من لونتوراج من برا، مش تجيب الحاكم مش يحكم فيهم، مثلا تقولوا انت ممنوع عليك باش تكلم كيكا ولا كيكا، مش تدخل الديار، مش تلقى البو، مش تلقى الام، ما تلقاش البو والام، تلقى الجد، تلقى الحنين، معناها الحنات يتكلموا هكاك، حتى ما يتكلموش يغشوا. عند صغير يتكلم على نيتو ويفقوا فيزو يضحكوا، يقلبها الحكاية، يقولوا بابا علاش تضحك، من بعد هو يخرج لبرا، يا نادي صاحبه أمي ضحكت كذا علاش، تقولوا خاطر كذا وكذا، فهمت؟ ولي هو يفهمه، ولي هو يمشي به، واحد يمشي مستحيل. تونس مش تونس، العالم كله هذه حكاية الكلام الزايد والغشة في الكلام الزايد والغشة، حتى في المستحيل توفى عندي أني مستحيل كان توفى، إلا شنو حاجة برك ممكن إذا كانوا قفا الحاكم تاع أنهم يمنعوا كلام الزايد لبرا، خاطر بالحق ثم امرأة تقول لك أني في عائلتي حاجة مش نخرج لبرا نسمع كلمة زايد، أني نرفضها، أني واحدة من الناس نرفضها. تونس مزيانة، أما يا ريت فعلا تتنحى الأخلاق المتدنية والألفاظ السوقية، ونتكيف سيجارو كيما اليوم الصباح بركة ونطيشوا في الشارع ويعطيك ربي أنثى وسب الجلالة يا لطيف من سب الجلالة، اللهم لطف بينا ولطف بينا سبحانه عز وجل، تونس عليها لطف كيما نقولوا، وتتنحى الألفاظ السوقية معناها تحشم باش تهبط مع أبوك ومع أخوك، ما عادش عندك الجرأة باش تمشي لأي بلاصة خاصة في مناطق عمومية، تقلب شارع حبيب بورقيبة ما عادش نهبط مع حاجة أنا ولا مع أخويا، نسمع ألفاظ يتدنى لها الجبين، وهذا متجذر فينا الحمد لله، معناها لا يقتصر على طبقة معينة باش يقولوا طبقة معناها مش مثقفة ولا مش قارية، لا لا، تلقى جامعي ومتحصل على شهادة كبيرة وإطار سامي، قال شنو كي يتنرفز سب الجلالة ولا يقول كلام الزايد، معناها هذه خصوصية، ومش في الراجل التونسي فقط، ما نظلموش الراجل، ولا الظاهرة في معناها بين صفوف النساء، المرأة تجلجل ربي وتقول لك الكلام الزايد وتعرفني. شنو في انسان سي الظاهرة عندها أكثر من 6 سنين 7 سنين توا، بالعكس هي ولات خصوصية وميزة للمرأة، ما نعممش بالطبيعة مش كل مرأة ومش المرأة التونسية الكل، لا لا، مازال المحافظات والشريفات واللي محافظين على العادات وعلى التقاليد وعلى الدين، لا لا، أما نسبة زادة كبيرة. جرب أنت توا في الشارع معناها قول أي كلمة نحكي على طفلة لطفلة، معناها تلبس قضية في دقيقة. أحلى تونس، أما الكلام الزايد والغش والعصب وهذا الكل مش كان في تونس راه في كل بقعة،
وهذا من جراء الفيسبوك ومن جراء كل الراب اللي قاعدين نسمعوا فيه والغني اللي معاش عنده حتى مطعم وحتى بنا كلام هكاك بارازار نحكيه فيه مسلسلات ما عادش فيها هيك القاعدة العائلية. هذاك علاش الجيل متاع توا كثر فيه قلة الاحترام تاع الوالدين، قلة الكلمة يقولها ما عادش يهمه فيك فاش القاعدة تقول، ما عادش يسمع كلام والديه. الانترنت والراب والتمثيل والمسرح متاع توا ما عادش معناها على كلمة تاع التسعينات والسبعينات والثمانينات تنحى. توا جيل تاع القرن 21. تونس تولي ذوق 24 بصراحة، تولي من ذوق 24 يعني ذوق ممتاز. نحى هذا الكل كيفاش تشوفها تونس؟ شو تبيع كيفاش نشوفها تونس؟ فك تونس أيام زمان، تونس القديمة، تونس المعروفة بك الكرمة متاحة وبك الأخلاق وبك التربية وبك كل شيء بكل شيء. وبصراحة ماذا بينا نرجعوا حتى 20 سنة لتالي. كان يتنحى الغش والكلام الزايد من تونس كيفاش تولي العيشة؟ والله هي ما تنجم تكون كان فل على فل الحكاية، تولي عيشة فل على فل، أما مستحيل تتنحى الحكاية ذي، خاطر مالوروزمون معناها التوانسة أجيال تربيت على الغش وتربيت على الكلام الزايد وتربيت على الحكاية هذوما الكل، فهمت؟ أعز عيشة وأحلى عيشة وما فماش ما خير منها العيشة هذي. على خاطر اسمعني، راهو الشباب التونسي راهو ما ينجمش لنا يعيش ما غير كلام زايد، لازم باش يعيش بالكلام الزايد. أما كيف نحيو الكلام الزايد نتصور أنا باش نعيش و... أما صعيبة صعيبة متنحاش صعيبة تي تلقاه في العائلة التونسية لازم باش يعطيك كلمات زايدينك خارجين عن نطاق. ما يجبش تنحى خاطر هذا استرس، الناس فدت فدة الناس، خرج كلمة ما يشعر، فهمت؟ يلزم الدنيا تتبدل يا ودي، احنا لا عنا دولة لا عنا حكومة لا عنا شيء، كيفاش نحيها الواحد؟ فما شيء. إذا كان شبابنا ودولتنا تتلهى بالدين ويتلهوا معناتها بالجوامع ويسيبوا الدروس ويسيبوا معناتها الحلقات متاع الذكر ومتاع القرآن، يرجع شبابنا بحول الله إلى ما خير من إلى ما خير من قبل. ومعناتها يسود الأمن وما عادش فما لا بوليس ولا عاد فما محكمة ولا عاد فما حتى شيء، إذا كان نشدوا طريق ربي. وإذا كان نبعدوا على طريق ربي مازال الإجرام يكثر أكثر من هك، والقتل والموت والانتحار، وتولي حالة عادية عندهم. علاش؟ باش تولي تولي تونس كما نعرفوها قبلك، الزمنيين متاع جامع الزيتونة وكل الأئمة متاع جامع الزيتونة متاع قبل. وقتها تولي هاي، وقتها نقول بالحق توا حتى العبد يقول تمنيت على أولادي وأولاد أولادي وعرفت روحي أني وين ماشي، والمجتمع الشباب اللي طالع من بعد شنو باش يجي، شنو باش يكون فكرته، وتنحى برشا حاجات حتى الفساد يتنحى، فهمتني؟ مش خاص حلم ان شاء الله نحى الكلام الزايد وكل هذيك عقليه باهيه تولي. هذاك علاش تربينا احنا علاش كذا، فهمت؟ يلزم تنحى الكلام البذيء وهالسبان وهالدنيا وتعيش ناس خيان ويد واحده، فهمت؟ ولا ووطن واحد. هي نفس الحالة طو، هي نفس الحالة، منيش الغش والكلام الزايد ومنيش العصب من وضع المزري اللي في تونس، شعب مقبوض فهمتني، شعب حاط في قلبه برشا فهمتني. بيان سور تولي خير وأحلى، أما ماني قلت لك أنا مالوروزمون صعيبة الحكاية، فهمت؟ صعيبة برشا الحكاية. صعيبة على خاطر كان الوالدين معناها يحاولوا يربيوا ولادهم على الحكاية هذيك، ممكن تولي بوسيبل. اما مادام الوالدين ترى ساعات بو والام والبو يبدا قدام ولاده كلام زايد على الام، وساعات يبداو عاد الوالدين من المشاكل ومن ستريس ومن الوضعيه نتاع البلاد يبداو كلام اخر على اعصابهم. بلا اللي عيشت احترام تولي عيشت، فما معناها فما تبادل الكلام ما بين العائلات، ما عادش فما خاطر توا في سهرة عائلية ما عادش تلقى فما ناس قاعدة الحوار تاع العائلة تنحى، كي مش تنحى كل شيء كل الكلام هذاك مش يتنحى كل هذا، شو اللي ما عادش عنده باش لاهي، شو اللي هي أمه شو مش تقول له، أبوه شو مش يحكي، أخته أخوه صاحبته صاحبتها، فهمت؟ شو اللي فما الحوار، ترجع اللمة ترجع اللمة لتونس واللمة التونسية
ومحلى تونس والله. نشوفها جميلة ونشوفها معتدلة ونشوفها مرأة مزيانة ونشوفها تونسنا الخضراء اللي عهدناها، ونشوف فيها الأمن والأمان، ونشوف فيها راحة نفسية. تونس مزيانة برشا، لا ينقصنا إلا هذا، ينقصنا نحبوا بعضنا، ينقصنا نحيوا الألفاظ السوقية، نتواصلوا مع بعضنا بأدب. ممكن نختلف أنا وياك في الرأي، لكن ثم أسلوب متحذر في الحوار والنقاش واحترام الآخر بأدب. مش لازم نسبك أنا باش نفرض رأي. يعني احنا ولينا قدوتنا ومثلنا الاعلى اللي قاعد تيشوه في صوره التونسي والتونسيه هو مجلس النواب. عربيا وغربيا الناس تضحك علينا، ما عندناش مجلس نواب، عندنا مجلس خراب، عندنا حمام سقيفه فيها نساء تتعارك. ربي يحفظ بلادنا، ربي يحفظ بلادنا، وربي يهدي شعبنا ويهدي حكومتنا الى ما فيه الخير، وربي بقي الستر علينا، وربي يرفع عنا البلاء والوباء والغلاء، وترجع تونس كما نعرفها. إذا كان يحبوا ولادها يرجعوها راهي ترجع، راهي مش حاجة كبيرة. إذا كانت تحبون أن ترجع تونس كما كانت راهي ترجع. باش تضافر الجهود، الناس الكل نخدموا الدين ونخدموا بعضنا أو تو نولوا نحبوا بعضنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث إذا كان نطبقوه يسود الأمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو تو يسود الأمن.